اول اكله معانا النهارده استخدمت فيها اوراك الفراخ، مقطعاها كده على جزئين، كنت كمان شايلاها في الفريزر متبله زي ما شايفين كده، تتبيله بسيطه جدا، متبلاها بالبصل والطماطم والفلفل وهريسه الشطه والتوابل، ملح وفلفل اسود وجنزبيل وقرفه واي بهارات بتحبي تضيفيها ضيفيها. على طول بقى رصيتها في الصينيه زي ما شايفين بالشكل ده ودخلتها الفرن من غير ما اضيف لها ميه ولا اي حاجه، اهم حاجه بس تغطيها وتدخليها الفرن هتستوي معاكي. وعلى ما تستوي الفراخ كنت جهزت او بجهز رز بالشعريه، وحمرت الشعريه في شويه من الزيت على السمنه، وبعدين بدات انزل بالرز المغسول بالشكل ده واقلبه واشوحه كويس مع الشعريه، وبعدين نزلت عليه بالملح وهنزل بقى عليهم بالميه، مقدار الميه قد مقدار الرز بالظبط، وهقلب كويس واسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب الميه، ونبدا نقلبه بالشكل ده، وبعدين نهدي عليه النار لحد ما يستوي تماما ويبقى معانا بالشكل ده. وفي نفس الوقت جبت حله تانية ضفت فيها شويه من السمنه على الزيت، ونزلت ببصل مفروم وفصين من الثوم وهريسه شطه لو حابه، شوحتهم شويه لحد ما بدا يدبل معانا البصل، بعدين نزلت بالبزلة، انا كنت شايلاها في الفريزر في علبة، التفريزات دي بتسهل علينا كتير. نزلت عليهم كمان بصلصة الطماطم برضو شايلاها في الفريزر في علبة، وتبلت بالملح والفلفل الاسود شوية بهارات لو حابة، وهغطيها بقى واسيبها لحد ما تستبك وتستوي معانا. وده كده شكلها الفراخ معانا كمان استوت، شلت بس الغطا واديتها كده وش تحت الشواية، غرفنا الرز بالشكل ده مع الفراخ والبزلة وقدمنا الاكل بالشكل ده. الاكل شكله ما شاء الله تحفة، طعمه كمان حلو قوي، الطريقة سهلة وبسيطة، والتجهيزات والتفريزات في الفريزر بتسهل علينا كتير، عملنا اكلة سهلة وسريعة وبسيطة وطعمها حلو جدا، وكمان ما اخدتش معانا وقت في تحضيرها. ودي كده كانت اول اكلة معانا النهاردة. وندخل بقى على تاني وصفة معانا او تاني اكلة معانا النهاردة، كنت برضو شايلة في الفريزر اجنحة الفراخ والرقب، كنت غسلهم طبعا كويس جدا وشايلهم في العلبة كده، طبعا دول انا بجمعهم من الفراخ، دول كده حوالي 6 فرخات، ودول كده الاجنحة بتاعتهم. وجبت بصلاية فرمنها او قطعتها لقطع صغيرة، معاها كده فصين من الثوم وهريسة شطة، هنتبلها بملح وفلفل اسود، شوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الجنزبيل والقرفة، وبضيف كمان زعتر. التوابل دي كلها بتدي للاجنحة او الفراخ طعم حلو جدا، والبهارات بقى اللي بتحب تضيفيها ضيفيها. هنبدأ بقى نقلب ده كويس جدا، البصل مع التوابل اللي ضفناها والثوم وهريسة الشطة، وبعدين هنبدأ نضيفها للأجنحة بالشكل ده، هنتبلها كويس جدا، أهم حاجة بقى سيبيها في التتبيلة وقت كتير، لو كمان بيتيها في التتبيلة دي هتشرب منها وهيبقى طعمها حلو جدا. وجبت صينية أو بايركس ضفت فيه كمية من البطاطس مقطعينها لصوابع زي ما شايفين، بس الصوابع سميكة شوية أو كبيرة شوية، لو حابة كمان تقطعيها حلقات زي ما تحبي. بدأت أضيف عليها الأجنحة ورقب الفراخ بالشكل ده على وش البطاطس، وبعدين هننزل بأي تتبيلة بقى متبقية على الأجنحة بالشكل ده. وضربت في الخلاط حوالي كده 5 من الطماطم أو 4 كبار، بعدين ضفتهم بقى على صينية الأجنحة بالشكل ده، زودت لها بس رشة بسيطة من الملح والفلفل الأسود، ضفت كمان على الوش شرايح كده من الفلفل الألوان الأصفر والأحمر والأخضر، كنت شايلاه في الفريزر بطلعه على طول كده على أي صينية، بيديها طبعا شكل حلو وكمان طعم حلو. رشيت بقى رشة زيت فوق الوش كده، وبدأت أدخلها الفرن على الشبكة زي ما شايفين كده على درجة حرارة متوسطة لحد ما تستوي معانا. بنبدأ نختبرها، ناخد كده من البطاطس، لو لقيناها استوت خلاص بتبقى استوت معانا ونقفل عليها النار، وبنخرجها من الفرن، وده كده بيكون شكلها. عملت جنبها رز أبيض وقدمناها بالشكل ده، بدأنا بقى نضيف كده البطاطس مع الأجنحة في الطبق بالشكل ده، شكلها حلو جدا، طعمها كمان حلو قوي ومستوية زي ما شايفين. تتبيلة والطريقة بسيطة جدا وسهلة قوي، لكن بجد طعمها حلو جدا، التسوية كمان في الفرن بيبقى ليها طعم مختلف، طعمها بجد حلو جدا، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. الأكلة كمان سهلة وسريعة، موقفتناش كتير في المطبخ، وقدمت كمان معاها بتنجان مخلل وفلفل. البتنجان ده أنا عاملاه في البيت، بنقدمه طبعا جنب أي أكلة بيبقى حلو جدا. وده شكل الاكله معانا، ودي كده كانت تاني وصفه معانا للنهارده. وندخل بقى على تالت اكله معانا النهارده، هنعمل مع بعض حواوشي اسكندراني في البيت بطريقه بسيطه جدا وسهله قوي، واستخدمت 1/2 كيلو من اللحمه المفرومه، يفضل طبعا في الحواوشي ان اللحمه تكون فيها نسبه من الدهون، وبضيف عليها كميه من البصل بتكون قد كميه اللحمه، يعني ضفت 1/2 كيلو من البصل المفروم، ضفت كمان معلقه صغيره من هريسه الشطه، ودي اختياري لو حابه تضيفيها او لا، ضفت كمان قطع من الفلفل الاخضر مقطعاه كده لقطع صغيرة، ضفت كمان ملح وفلفل اسود شوية من البهارات والقرفة والجنزبيل، وبضيف معلقة صغيرة من الملح على 1/2 كيلو اللحمة المفرومة، بتبقى مظبوطة جدا. اهم حاجة بقى نعجن المكونات دي كويس جدا كأننا بنعجن عجينة بالظبط لحد ما تبقى اللحمة معانا بالشكل ده، بيبقى فيها زي خيوط كده
سبت بقى اللحمه على جنب، بدات بقى اجيب بوله تانية فيها نص كيلو من الدقيق، وضفت عليه معلقه كبيره من السكر ومعلقه صغيره من الخميره، ضفت كمان حوالي نص معلقه صغيره من الملح، وهنبدا بقى ننزل بالميه بالتدريج ونعجن كويس جدا لحد ما تتشكل معانا العجينه. العجينه بتكون ناعمه وطريه، كل ما كانت معاكي طريه كل ما هيبقى معاكي العيش طري. اهم حاجه كده بنضيف الميه بالتدريج لحد ما تتكون معانا العجينه. العجينه زي ما شايفين بتلزق شويه صغيرين كده، وعشان نلم العجينه اهم حاجه تعجنيها شويه حلوين، بعدين نضيف كده شويه من الزيت نلم بيهم العجينه ونقرص العجينه او نكورها لحجم العيش اللي احنا بقى عايزينه. انا الاول كده بجيب صاج او صينيه بدهن فيه شويه من الزيت، وده طبعا عشان العجينه ما تلزقش معانا، ونبدا بقى نكور او نقرص كده العجينه. حجم طبعا الكوره هنا حسب بقى حجم العيش اللي حباه، انا حبيت النهارده اعمله ميني او صغير كده، وقرصت العجينه عملت معايا حوالي 14 رغيف بالحجم ده. طبعا بتسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية عشان طبعا احنا هنسيبها تخمر، وتغطيها طبعا بكيس عشان طبعا الوش ما ينشفش معاكي. ده شكلها كده بعد ما خمرت معانا. هنبدأ بقى نجيب كده كل كورة ونفردها على حاجة، على صينية او رخامة كده تكون مدهونة بالزيت عشان طبعا ما يلزقش معانا، لان العجينة معانا طرية جدا. وبنفرد العجينة شوية صغيرين زي ما شايفين، ونبدأ بقى نضيف فيها اللحمة. بتضيفي فيها كمية كويسة كده من اللحمة في النص طبعا زي ما شايفين كده، وبعدين تقفلي عليها وتقفلي عليها كويس جدا، اهم حاجه كده عشان طبعا ما يفتحش معانا اثناء التسويه. وبتفرديه فرده كده بسيطه، وبعدين تحطيه في صاج مدهون برده بشويه من الزيت، وبعدين هنفرده تاني في الصاج، بس طبعا بعد ما يريح شويه هتلاقيه اتفرد معاكي كمان بكل سهوله. يعني بترصيه كده في الصينيه، وبعدين في الاخر بقى تبداي تفرديه، تضغطي عليه كده هتلاقيه اتفرد معاكي بكل سهوله عشان طبعا ارتاح شويه. وهنخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه زي ما شايفينه كده، انا عاملاه حجم صغير كده. الكميه معانا خلصت، كمان اتبقى معانا شويه من اللحمه المفرومه. وخلصت الكميه زي ما شايفين، فردتها بالشكل ده، دهنت كمان وشها بالبيض او ممكن تدهنيه باللبن، رشيت كمان على شويه كده سمسم وحبه البركه، وشويه سبتهم ساده، دخلتهم بقى الفرن. الفرن بيكون درجه الحراره عاليه او 200. لما يبدا طبعا ياخد معاكي لون من تحت تبداي تشغلي له الشوايه، وعلى طول بنخرجه من الفرن، بس اهم حاجه بتغطيه بفوطه زي ما شايفين كده عشان يبقى معاكي طري. قدمته بالشكل ده، قدمت معاه جرجير او اي خضره بتحبيها، شكله حلو جدا، طعمه كمان حلو قوي، حجمه كمان حلو قوي. جربي كده واعملي بالحجم الصغير ده، هيبقى معاكي تحفه جدا. وما شاء الله زي ما شايفين كده الكميه كويسه جدا، من نص كيلو دقيق بس. طبعا لو حابه بقى تضاعفي الكميه ضاعفي المقادير. والعجينه ما شاء الله طريه جدا، طعمها كمان حلو قوي. ودي كده كانت تالت وصفه معانا النهارده. ندخل بقى على الوصفة معانا اللي بعد كده. استخدمت فيها حوالي نص كيلو من البانيه زي ما شايفينه كده متبل، تتبيلة بسيطة جدا. انا كنت شايلاه في الفريزر متبل بالشكل ده، طلعته بس يدوب فك معانا، وجهزت طبق تاني فيه فيجيتار بقسماط. انا بعمل كده خليط بين البقسماط والفيجيتار، وكمان بضيف عليهم شوية دقيق، بيخلي معاكي البانيه طعمه حلو جدا ولونه بيبقى فاتح. وكمان كنت متبلة البانيه ده بتتبيلة بسيطة جدا، تبلته بصل مفروم وطماطمية كنت مقطعاها لقطع صغيرة، وضفت بهارات ملح وفلفل اسود وجنزبيل وقرفه وبهارات فراخ، وبس كده تبلت البانيه وشلته في الفريزر بالشكل ده. بطلعه بقى على طول كده بحطه في البقسماط اللي انا عاملاه كده بالفيجيتار وشويه من الدقيق، وهحطه بقى في الثلاجه شويه كده صغيرين. ونبدا بقى نجهز المكرونه، كنت سلقت شويه من المكرونه اقدمها مع البانيه النهارده. وفي نفس الحله كده بعد ما سلقت المكرونه ضفت شويه من الزيت، ضفت عليه ثوم مفروم وهريسه فلفل احمر، ولما بدا يتشوح معانا بدات انزل بالصلصه. صلصه كنت مجهزاها برضو في الفريزر، بتسهل طبعا علينا كتير وبتخلي الاكل بيجهز معانا بسرعه جدا، وبتبقى كمان حلوه جدا في المكرونه واي طبيخ بتعمليه. قلتها بملح وفلفل اسود، بضيف كمان شويه من الزعتر والكزبره الناشفه، هنقلبها وخلاص كده المكرونه جاهزه معانا. وهنبدا بقى نحمر البانيه في زيت سخن على النار، نبدا بقى ننزل بقطع البانيه اللي احنا جهزناها، ولما يبدا ياخد معانا لون من تحت نبدا بقى نقلبه على الوش التاني لحد ما ياخد معانا لون ذهبي ولون حلو بالشكل ده. نبدا بقى نضيف باقي الكميه، وهخلص بقى كله بنفس الطريقه. طبعا الاكله برده سهله جدا وسريعه زي ما شايفين، البانيه كده جاهز معانا، لونه حلو جدا من غير طبعا ما نضيف فيه بيض ولا اي حاجه، وطلع معانا تحفه جدا. نبدا بقى كمان نغرف المكرونه بالشكل ده، وقدمنا الاكل بالشكل ده. ودي كده كانت الاكله معانا، قدمت كمان معاها بتنجان مخلل بالشكل ده، تحفه جدا وطعمه حلو قوي. البانيه طعمه حلو جدا رغم ان التتبيله بسيطه قوي، المكرونه كمان طعمها حلو قوي. الاكله سهله وبسيطه وكمان سريعه، ما اخدتش معانا وقت في تحضيرها. وندخل بقى على الاكله اللي معانا بعد كده، او الوصفه معانا اللي بعد كده.
هنعمل مع بعض كبد فراخ، كبد وقوانص، اكله سهله وسريعه وكمان طعمها حلو قوي، تنفع كمان فطار او عشاء. وكنت شايله الكبد والقوانص بالشكل ده في الفريزر، كنت طبعا منضفوها كويس جدا وشايلاها، لما بدات تفك معانا بدات بقى اضيفها في الشوربه. كنت مجهزه ميه على النار، سبتها لحد ما تغلي، فيها بصل وطماطم وفلفل، وتبلتها بملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، يعني كاننا بنعمل شوربه بالظبط. بنضيف كمان شويه من الجنزبيل. بسيب بقى الكبد والقوانص لحد ما يستووا معانا في الشوربه بالشكل ده. وفي حله تانية بضيف قطعه من الزبده، عليها فصين من الثوم المفروم، عليها كمان هريسه فلفل. وهنا بقى هتشمي احلى ريحه، هتنقل طعم الكبد والقوانص في حته تانية خالص. هنبدا بقى نضيف عليهم شويه من الكزبره الناشفه ونقلبها بالشكل ولما ده. ولما نبدا نشم ريحه الثوم نبدا بقى ننزل بمعلقه كبيره من الخل، وبعدين بقى ننزل بالكبد والقوانص ونشوحها مع الزبده كويس جدا. هنا بقى الكبد والقوانص هياخدوا طعم حلو جدا، طعم الزبده مع الثوم هتبقى طعمها بجد تحفه. تشويحه بس بسيطه وخلاص كده بنقفل النار ونقدمها بالشكل طبعا ده. طبعا اعملي بقى جنبها بطاطس وسلطه وقدميها بالشكل ده، هتبقى تحفه جدا. وجبه غدا سهله وسريعه وكمان طعمها حلو قوي، تنفع كمان فطار او عشاء. قدمت معاها المخلل بالشكل ده، جربوا الكبد والقوانص بالطريقه دي هتعجبكم قوي، مش هتاخد كمان وقت خالص معاكم في تحضيرها. ودي كده كانت الاكله معانا. ندخل بقى على الاكله اللي معانا بعد كده، اكله برده سهله وسريعه جدا، تنفع كمان لجوع اخر الليل. جبت حلة على النار، ضفت فيها شوية من الزيت، ولما بدأ يسخن معانا الزيت بدأت انزل عليه ببصلاية صغيرة مفرومة او مقطعاها لقطع صغيرة، نزلت عليها كمان بفصين من الثوم وهريسة فلفل، وشوحها بالشكل ده لحد ما تبدأ تاخد معانا لون او يدبل معانا البصل. نبدأ بقى ننزل بصلصة الطماطم او عصير الطماطم اللي ضربينه في الخلاط، انا دي صلصة كنت شايلها كده في الفريزر. نبدأ بقى نضيف كده منها، هتبل بقى بملح وفلفل اسود وشوية من الكزبرة الناشفة وكمان قرفة، بضيف كمان شوية من الزعتر، وهنبدا نقلبهم كويس جدا. هنسيبها بقى لحد ما تتسبك معانا، ولما تتسبك معانا الصلصه هنبدا بقى نضيف عليها المكرونه. هضيف المكرونه طبعا من غير ما تتسلق، على طول كده من الكيس، وتستخدمي بقى اي نوع مكرونه تحبيه او تفضليه. هنبدا بقى نزود عليها ميه، اهم حاجه تكون ميه مغليه كده، اهم حاجه الميه تغطي المكرونه بالشكل ده. حباها كمان يكون فيها شويه صوص، بتزودي الميه وهنغطي عليها من وقت للتاني نقلبها. هنلاقيها طبعا مجرد ما بتستوي خلاص بقى بنقفل عليها النار. زودت لها شويه من الملح والفلفل الاسود، وضفت معاهم قرن فلفل كده حراق، فلفل اخضر، ده طبعا اختياري لو حابه تضيفيه او لا. وطبعا المكرونه مش بتاخد وقت على النار، على طول كده بتستوي وعلى طول بنقدمها بالشكل ده. الاكله دي كده بتتاكل سخنه، يعني على طول كده بتقدميها. قدمت كمان معاها بطاطس، كنت مقطعاها كده، كنت سلقاها ومقطعاها كده الحلقات وحمرتها وقدمتها مع المكرونه بالشكل ده. المكرونه طعمها تحفه جدا، والبطاطس اكله بسيطه وخفيفه وسريعه جدا. الاكله اللي معانا بعد كده، استخدمت فيها نص كيلو من الصدق، وجهزت معاه بصل مقطعاه لقطع صغيره، فلفل اخضر وهريسه شطه وفص ثوم مفروم، وكمان طماطم مقطعاها لقطع صغيره، الكميه طبعا بقى اللي تحبيها. وضفت البصل على الفلفل وتبلته بملح وفلفل اسود وشويه من البهارات، قلبتهم كويس. بعدين ضفت عليهم كمية من البطاطس، كنت مقطعاها كده لمكعبات، ودول كده حوالي كيلو من البطاطس. ضفتها بقى على الفلفل والبصل بالشكل ده وقلبتها معاهم كويس جدا. وبعدين ضفت عليهم الطماطم، هنقلب بقى كل ده كويس جدا. وبعدين اخر حاجة هنضيف الصدق على الوش بالشكل ده، وكده بتكون الصينية جاهزة معانا. نبدأ بقى نغطيها وندخلها الفرن لحد طبعا ما تستوي. الاول نشوف البطاطس، لو لقيناها استوت خلاص كده بنخرجها من الفرن. الاكله بجد سريعه جدا، ما اخدتش معانا وقت خالص في تحضيرها، يعني في دقايق كده هتكوني حضرتيها ودخلتها الفرن لحد ما استوت وبقت معانا بالشكل ده. اهم حاجه تغطيها كويس عشان تستوي بالبخار. وعملت جنبها رز ابيض وقدمته بالشكل ده مع مخلل. طبعا تقدري تعملي الاكله دي مع هي عيش. بجد طعمها حلو جدا في كل الحالات. قدمت الطبق بالشكل ده، البطاطس طبعا طعمها حلو جدا، اخده كده من طعم الصدق. طبعا اكله بسيطه وسريعه في كتير في المطبخ. ندخل بقى على الاكله اللي معانا بعد كده، وهي تامن اكله والاخيره. استخدمت كميه من البانيه، قطعتهم كده لقطع صغيره او شرايح شاورما بالشكل ده. ضفت عليهم علبه من الزبادي، ضفت عليهم كمان حوالي معلقتين كبار من الصلصه، ضفت كمان كيس من مرقه الدجاج الفوريه، او تقدري تستخدمي طبعا مكعب مرقه. ضفت كمان حوالي معلقتين كبار من الخل ومعلقتين كبار من الزيت، ضفت كمان معلقتين كبار من دبس الرمان ومعلقتين كبار من الصويا صوص، وهضيف البهارات ملح وفلفل اسود وجنزبيل وقرفه وكمان شويه من بهارات الفراخ، وهقلب بقى كل ده مع بعض كويس جدا. طبعا اهم حاجه بقى ان احنا نسيب الفراخ في التتبيله وقت كويس او كمان نبيتها، هتبقى شاربه من التتبيله وطعمها هيبقى حلو جدا. كميه البانيه اللي انا استخدمتها في الوصفه حوالي كيلو الا ربع من البانيه. ضفت في الاخر كمان حوالي عصرة نص ليمونة وهقلبها كويس، وطبعا نسيبها في التتبيلة وقت كويس عشان تبقى طعمها حلو.
هنبدأ بقى نسخن طاسة على النار وهضيف فيها الشاورما بالشكل ده. اهم حاجة بقى ان الطاسة تكون سخنة جدا عشان الفراخ ما تنزلش مية كتير، ولما تبدأ تاخد معانا لون من تحت او الفراخ تغير لونها نبدأ بقى نقلبها، ولما تبدأ الفراخ تشرب اي مية نزلت منها هتبقى كده خلاص استوت معانا. في الاخر بقى هنحط كده في النص قطعة من الفحم ونديها بقى طعم الشوي، هنغطي عليها ونسيبها شوية وبعدين نقدمها بالشكل ده، طعمها حلو وقطعة جدا. الفحم دي طبعا فرقت كتير في الطعم، تقدري طبعا تضيفيها او لا زي ما تحبي. قدمت الشاورما بالشكل ده في السندوتشات، طبعا تقدري تعمليها في عيش سوري او تعملي جنبها رز ومكرونه، طبعا قدمي بقى معاها كمان بطاطس وصوصات كاتشب او مايونيز او توميه زي ما تحبي. ودي كده كانت وصفاتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى لايك واشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد.